للحديث أكثر عن استمرار التظاهرات المحاضرين المجانيين والخريجين في ظل إهمال حكومي لمطالباتهم ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. مرحبا بك معنا سيد عبد الله، تسمعني؟ حياك الله، أهلا بك. موجة جديدة إذن من التظاهرات الرافضة لإهمال مطالب الاحتجاجات المتكررة بشأن التوظيف، أين ذهبت وعود السوداني بتوفير درجات للخريجين؟ السيد السوداني حاله حال الذي قبله، الوعود كثيرة لكن الواقع مرير. المحاضرين المجانيين وخريجي الجامعات العراقية بلا تعيين، خصوصا مع عدم وجود شركات وعدم وجود مصارع تابعة للقطاع الخاص. الجامعات العراقية تخرج سنويا آلاف الطلاب الجامعيين، مما يتسبب بكثرة العاطلين عن العمل. السوداني كما قبله الكامري، كما قبله عادل عبد المهدي، كما جل رؤساء الوزراء الذين جاءوا بعد عام 2003 وعدوا الشباب بالتغيير، وعدوهم بالوظائف، وعدوهم بالتعيين، وعدوهم بتحسين الاقتصاد وتحسين حياتهم المعيشية، لأنه الواقع مرير جدا، وذهبت تلك الأحلام وتلك الوعود أدراج الرياح مع تقدم الوقت، خصوصا أننا نعيش ظروف اقتصادية جدا سيئة يعاني منها العراق على مدى الثلاث أو أربع سنوات الماضية. نعم، طيب، هذه الموجة الجديدة من التظاهرات والتي تتوسع في عدد من المحافظات في العراق، وكذلك التهديد بالتصعيد، هل يمكن أن تصل الأمور إلى اقتحام المنطقة الخضراء كما يهدد المحاضرون؟ يبدو أن الأمور تسير إلى ما لا يحمد عقباه، فقد هدد العديد من المحاضرين المجانيين بأنهم سيقتحمون المنطقة الخضراء. يوم أمس خرجت مسيرات غاضبة، مسيرات مرددة بالتسويف، المماطلة الحكومية، مماطلة رئيس الوزراء، مماطلة وزارة التربية وعدة وزارات أخرى. طبعا هناك مظاهرات عدة أمام وزارة التربية ومظاهرات أخرى أمام وزارة المالية للمطالبة بالتعيين. المظاهرات ممكن تأخذ منحى آخر، خصوصا مع تقدم الوقت. رئيس الوزراء أمر قبل ثلاثة أيام بإرجاع كافة المحاضرين الذين يتبعون إلى وزارة المحاضرين المجانين الذين يتبعون إلى وزارة التربية، لكن ماذا عن آلاف المحاضرين، آلاف الخريجين العاطلين عن العمل؟ رئيس الوزراء يحاول تهدئة الأمور، يحاول كسب بعض الخريجين لكن دون جدوى. المحاضرين المجانين والعاطلين عن العمل خريج الجامعات الأخرى يهددون باقتحام الخضراء، ويبدو أن هناك بوادر لاقتحام المنطقة الخضراء، خصوصا أنه يوم أمس خرج عشرات أو بل مئات من عناصر مكافحة الشغب يحيطون بالمنطقة الخضراء خوفا من اقتحامها من جهة كرادة مريم ومن عدة جهات أخرى. نعم، رغم هذا التصعيد تغيب الحلول، لماذا تتجاهل الحكومة هؤلاء الخريجين والراغبين بتثبيتهم؟ الحكومة شأنها شأن الحكومات، توعد ولا توفي. الحكومة ملتزمة بقرارات البنك المركزي الدولي. تقول الحكومة أن هناك ترهل في الوزارات، ترهل في عدد الموظفين، 5 ملايين موظف لا تستطيع التوظيف عدد أكبر من الشباب العاطلين عن العمل، لأنه الميزانية ربما لا تكفي، ربما لا توجد وظائف شاغرة. غالبا الحكومات المحلية، حكومات التابعة للمحافظات، تحاول استغلال بعض الشباب. سيد عبد الله الفراجي، شكرا لك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.